عن جد هيك صار؟ هي المرأة دمرت لي حياتي كلها. حبيبتي اسمعيني، هي المرأة ما بتحب غير بناتها. بنتي صدقيني تكرهك لإلك، مو شايفة إنها عم تاخد أكشاي منك ومننا اتنيناتنا؟ ما حبيتي الأكل يعني؟ وقعت إني لاقيكي هون أرجون. هالشي ماله عدل، أنت قاعدة عم تاكلي هون ونحن قاعدين برا عم ندور عليكي. كان لازم تقولي لنا. كنت متأكدة. تكرم عيني. متأكدة رح تجي وما رح تتركني. مو ملاحظ من وقت راحت ماما وبابا ما بيهمه حدا إلا عائلته التانية، وكأني آخر همه. بس عرفت إنك رح تفهمني ورح تدعمني، وعدني تضل وما تتركني كل حياتك. هي أكيد رح تضل معي أرجون. ما بتركك. بترجاكي روحي من هون، اطلعي لبرا رجاءا. اطلعي برا البيت. حبيبتي هي المره دمرت لي حياتي كلها، مو شايفه انها عم تاخذ اكشاي منك ومننا اتنيناتنا؟ هي شو جابها لهون ارجون؟ الا تروح ما بدي اشوف وشها بنوب. اسمعي انتي، شو جابك لهون؟ شو بدك مني؟ اجيتي لحتى تشوفيني عم ابكي؟ بدك تشوفيني عم ابكي لانه امي وابي انفصلوا، مو هيك؟ نيها اطلعي منيح، اضحكي علي اذا بدك وانبسطي. اهدي روحي لكان. يلا نيها اهدي. ارجون الا تروح، ما بتحمل وجودها، خليها تروح فورا. نيها اهدي. نيها اسمعيني على الاقل. نيها انه انتي تصرخي على حدا وتطلعي من البيت هالشي ما بيحل المشكله. اسمعيني نيها قبل ما تعصبي اكتر، رح قلك انه انا وامي واخواتي كمان راجعين على بيتنا القديم. يلا روحي بنتي قليلة البيت إلا مو لغيرها، اذا عندها مشكله بطلع من البيت اليوم. ما دخلنا بابوكي او بالبيت. نيها رجاء الكل بالبيت عم يستناكي، تعالي معنا هلا. بترجاكي اسمعيني، بسبب يلي صار ماما توترت كتير. ليش ماما لا تتوتر كرمالك؟ اها قلتي لي امك توترت؟ اذا امك توترت امي شو حالتها؟ خلص امي انحرمت من بيتها، فكرتي بوضع شي؟ انتي عم تحكي هيك؟ ماما ما حرمتها بيتها، الحقيقه بالعكس. نيها انا ما اجيت لنصرخ على بعض ونتقاتل. وطوا صوتكم شوي خلص. ايه انا عم حاكيها بهدوء. نيها صحيح انا ما بحبك، بس ليكي بعرف انك حساسة كتير، بعرف بشو مرقتي كمان. ما حدا بيعرف شعور يكون عندك اب او بس عندك ام قدي. بتعرفي إنه من 15 سنة البابا تركني أنا وأمي وإخواتي وما رجع لنا؟ حاجة تعيشي شعور الشفقة على حالك ورجعي على البيت بترجاكي. وليش لحتى نتقاتل كرمال الكبار؟ الكل معك نيها. أنا ما بدي شفقة منك، يلا روحي. نيها خلاص بقى أرجون إلا تروح. نيها فهمي بترجاكي، نرجع على البيت ورح نحكي كل شي بدك بوجود عمي. آسفة أرجون ما بدي أرجع. إيه لكان منضل هون مو مشكلة، رح نحلها. أنا كمان بقدر أكل شوي، إلنا زمان طالعين، أنا جوعان كتير عن جد، بأكل بس شوي لو سمحتي. فيني أكل ديشة؟ تعالي عدي. إيه أنا كمان جعت رح أكل. إيه عدي خلينا ناكل يلا. عملت هالشي كرمال ماما، وآخر همي إني راضية لهي. شكراً يا قطتي الحلوة. شو قلت؟
عيد شو حكيت؟ إذا رح تحكوا بين بعض ليش إجيتوا؟ لا تتعاطفوا معي؟ إذا بدكم تحكوا روحوا من هون. لأنك صرتي تتجاهلينا صرنا نحكي مع بعض. نيها اسمعي، أنا حاسس فيك كتير منيح. نيها، مين بيعرف هذا الوجع أكتر مني؟ نيها، أمك راحت بس بترجع، أول عن آخر رح ترجع. إيه؟ أما أمي، أمي ماتت. بس أنا لساتني عايش مبسوط وعم أضحك. نيها بترجاكي، أمك رح تكون زعلانة إذا أنت زعلتي وين ما كانت. الحياة ما رح توقف. بترجاكي نيها كلي قطعة جاتو وابتسمي بقى خلص ورجعي على البيت.